إلا في سوريا، حيث استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام شرطة الهجرة والجوازات السورية باعتقال الناشطة والمدونة السورية رزان غزاوي عند الحدود السورية الأردنية، حيث كانت متجهة لحضور ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في عمان الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بمشاركة عدد من الهيئات للدفاع عن الحريات الإعلامية في العالم العربي. وتأتي عملية الاعتقال ضمن حملة منظمة تقوم بها السلطات السورية ضد المدونين والإعلاميين وأصحاب الرأي وكذلك وسائل الإعلام. وتعمل غزاوي منسقة إعلامية في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهي عضوة في اللجنة الثقافية في نادي لكل الناس، وحائزة على الجائزة الثانية في الشعر العربي من جامعة البلمند في لبنان. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من عمان رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين السيد نضال منصور. سيد منصور، نرحب بك في حقوق الناس. يعني ما هي روايتكم لما جرى للمدونة السورية رزان غزاوي؟ ليست لدينا تفاصيل كثيرة. كل ما نعرفه أن الزميلة رزان غزاوي كانت من بين المشاركات في ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، والذي كان يسلط الضوء على دور الإعلام في الثورات والحركات الاحتجاجية في العالم العربي. وانتظرنا الزميلة ولم تصل يوم 4 الشهر الفائت، وتأخرت وصولها، وبعد ذلك تلقينا أنباء من أنها تم اعتقالها من قبل الأمن السوري. وبالتأكيد هذا الموضوع أصابنا قلق على زميلتنا. طيب يعني قبل أن تتحدث عن موقفكم من ذلك، هل تأكدتم فعلا بأنها موقوفة لدى السلطات السورية؟ أي وإذا كان ذلك معروفا لديكم، هل تمكنتم من معرفة لدى أي جهة أمنية تحتجز؟ لا، لم نتمكن من معرفة. هناك روايات متعددة، ولكن لم نستطع أن نتأكد من أي جهة اقتادتها وأين اقتادتها. وكل ما نعرفه أن زملائها أكدوا على ذلك، زملاء كانوا يعني أكدوا على أنها تم اعتقالها. وأيضا المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير أصدر بيانا، ونحن بدورنا في يوم 5 الشهر في الافتتاح تحدثنا عن الاعتقال وطلبنا السلطات السورية بالإفراج عنها فورا ودون إبطاء وضمان سلامتها. وصدر عن الملتقى أيضا بيان تضامني من المشاركين، وكان أكثر من 200 شخصية مشاركة في الملتقى. طيب هل يعني هو سؤال تقليدي، ولكن معلش، السلطات السورية هل توجهتم لها رسميا باستفسار عن وضع المدونة رزان، وهل وصلكم أي رد؟ نعم، ليس لدينا علاقات رسمية مع السلطات السورية والسلطات الأمنية. نحن أعلننا ذلك، ومن مسؤولية السلطات السورية أن تفصح. ليس لدينا وسائل للتحقيق ولا للتدقيق. والسلطات السورية يعني مطالبة، إما أين ذهبت؟ كانت على الحدود السورية ثم اختفت. فيعني المسألة، أعرف أنه سؤال تقليدي، ولكن أنت تعلم أن مؤسسات المجتمع المدني لا تملك قدرة على التدقيق ولا زيارة السجون والمعتقلات حتى تعرف. طيب الآن يعني هذا الموضوع يثير أيضا أو يسلط الضوء على وضع المدونين بشكل عام في سوريا في ظل الأوضاع، في ظل الثورة السورية الآن. هل تتابعون أوضاع المدونين في سوريا بشكل عام؟ هل لديكم معلومات عن عدد هؤلاء ممن يقضون الآن خلف قضبان المعتقلات في سوريا؟ والله لا توجد احصائيات رسميه يعني مؤكده حول عدد المدونين. تعلم ان المدونين ليسوا منتظمين في اطار في اطر نقابيه، يعني ليسوا مثل الصحفيين المحترفين. الصحفيين المحترفين من ربما يكون رصد حالات اختفائهم او تعرضهم للتهديدات جوا مؤسساتهم ومساله اسهل، ولكن المدونين كل مواطن يستطيع ان يكون مدونا ويكون ناشطا عبر الموضوع. ولذلك لا توجد إحصائيات حقيقة رسمية، خاصة في ظل صعوبة التواصل مع المؤسسات الحقوقية السورية، لأنك تتجنب التواصل مع هذه المؤسسات حتى لا تعرضهم أيضا للخطر.
طيب اذا هي المدونين يعني ظاهره حديثه يعني حتى في عالم الاعلام غير الرسمي، المؤسسات الدوليه تهتم بالمدونين بشكل كبير وحتى تصريحات المسؤولين الغربيين، هل هناك تواصل بينكم وبين المؤسسات الحقوقيه الدوليه من اجل اعطاء هذا الموضوع موضوع المدونين والنشطاء بشكل عام في سوريا الذين يعتقلون الاهميه؟ هذا هو بالتحديد جزء من اهداف الملتقى. كيف نستطيع أن نبني شبكة تحرك عاجل عربية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وتكون تعمل بالميدان وفاعلة؟ كيف نضمن أن يكون هناك إجراءات عاجلة في حال تعرض أي من المدونين أو نشطاء حرية التعبير للخطر؟ هذا جزء أساسي من أهداف الملتقى الذي عملنا عليه، خاصة أنه يعني الأشهر الماضية كشفت عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء في خلال الثورات وزمن الربيع العربي وفي الحركات الاحتجاجات السلمية، أن المدونين، أن الصحفيين، أن المصورين كلهم أصبحوا عرضة للاستهداف. سؤال أخير سيد منصور وهو سؤال حقوقي وليس سياسي، تعليقا على إنكار الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء صحفي مع شبكة تلفزيون ABC الأمريكية البارحة لأن يكون من يعتقلون أو من يقتلون بالتحديد في سوريا هم من المتظاهرين وأن جزء كبير منهم هم من الذين يدافعون عن الدولة وأنصار الحكومة، وإنكار فعلا أن تحصل هناك حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان. هذه الشهادة من رئيس الدولة أو الإنكار من رئيس الدولة كمؤسسة حقوقية كيف تنظرون لها؟ يعني هناك مثل يقول إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. هذا لا يعني يرفع المسؤولية التضامنية عن رئيس السلطة في سوريا. رئيس الجمهورية مسؤول عن أفعال السلطات التنفيذية، فهو صاحب الولاية العامة بموجب الدستور، وبالتالي إذا كانت الأجهزة الأمنية لا يستطيع أن يفرض سلطته وولايته عليه فهو مسؤول عنها حتى وإن كان لا يعلم. وبالتالي كل هذا الكلام كلام يعني لا يقنع أحدا ولا يضمن أن لا يكون مسؤول عن الأفعال الجرمية التي حدثت ضد النشطاء، ولا يعفيه من المساءلة القانونية ولا تسقط عنه هذه الجرائم، وبالتالي هو مسؤول بحكم القانون الإنسان الدولي، وهو مسؤول بموجب الدستور، وهو مسؤول بموجب القانون. شكرا جزيلا لك رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.